منذ قليل كنا استعرضنا مع حضراتكم تقرير عن رياضة البيتش فولي بول أو كرة الطائرة الشاطئية، وكنا بنتكلم عن الفعاليات الرياضية ضمن مهرجان العالمين الجديدة، طبعا ضمن مهرجان العالم عالمين. كمان من ضمن هذه الفعاليات الرياضية المشوقة جدا ولكل عشاق المغامرة والطيران وحاجات كده كتير، هنتكلم عن رياضة الباراموتور. خلينا نعرف ايه رياضة الباراموتور اللي موجودة ضمن فعاليات مهرجان العالم عالمين، مع الأستاذ أحمد بكر ممثل شركة سكاي سبورت والمسؤول عن فعالية باراموتور في مهرجان العالمين. صباح الخير عليك. صباح الخير. كل سنة وانت طيب، بما ان احنا النسخة التانية من مهرجان العالم عالمين، ويعني رياضة الباراموتور تكلمنا عنها اكتر. رياضه الباراموتور هي رياضه من رياضات الطيران الشراعي، بتتكون من انجن ووينج بيبقى معانا، بنبتدي نعمل تيك اوف، بنطلع نطير فوق مدينه العالمين. موجودين هنا بنعمل كذا حاجه، التاندمز لزوار المدينه للسياح اللي بيجوا، بيطلعوا مع طيار محترف من الشركه بيطلع يطير ياخدوا راوند حوالين العالمين الجديده. وعندنا الاير شوز زي ما كنا بنعمل يوم المؤتمر الصحفي، او زي ما عملنا امبارح في مع البيتش بولي. انا هنا هقوم بدور الشخص العادي جدا اللي جاي يشوف موضوع الباراموتور ويجرب رياضة جديدة، رياضة الباراموتور، وهسألك كل الأسئلة اللي ممكن تكون تبدو ساذجة لحد ما جربهاش. اتفضلي. هل رياضة الباراموتور رياضة خطرة؟ رياضة الباراموتور هي طبعا تتصنف تحت رياضات الخطرة، بس هي عوامل السيفتي والأمان فيها عالية جدا، فلو احنا طبقنا كل عوامل السيفتي والأمان هي بتبقى رياضة أأمن من ركوب العربيات والريس بتاع السباقات. قول لي معايير الأمان. لا، في معايير أمان كتير جدا، يعني احنا أصلا في مفهوم خاطئ عند ناس كتير إن الطيران عبارة عن الإنجن، لو إنجن لو حصل فيه مشكلة يبقى عندي مشكلة. لا، هو الطيران كله عبارة عن الجناح أو الوينج اللي أنا طاير بيه، فالجناح والوينج دوت هو ده الأساس عندي. غير الجناح دوت مع الإنجن أنا بيبقى معايا مظلة احتياطي عشان لو حصل اي حاجة تانية، فدي برضو معايير زيادة. غير ان احنا بنراعي المعايير بتاعت الاتحاد الدولي والاتحاد المصري للعبة بتاعتنا، ان احنا في اجواء معينة هي بس اللي بنطير فيها، يعني للليميتيشن للطيران بتاعنا، سواء في سرعة الريح، في درجة الحرارة، في الحاجات دي كلها. في الحاجات دي لما بنعملها بيبقى تقريبا نسبة الامان 100%، الحمد لله. الحمد لله. طيب بالنسبة لاختيار الديستنيشن اللي هو العالمين الجديدة، ليه اخترتوا العالمين الجديدة تحديدا؟ العالمين الجديدة من المدن الجديدة اللي معمولة دلوقتي في البلد، فيها سياحة كتير جدا، في تركيز في الفيو من فوق خرافي. يعني احنا موجودين في مصر من 2017، عملنا بطولتين عالم، عملنا ايفنتس كتيرة في الهرم والاقصر وسيوة ومناطق كتير جدا. بس العالمين لما جينا السنة اللي فاتت شاركنا في المهرجان لمدة يومين، لقينا الفيو خرافي، ناس كتير جدا عايزة تبقى موجودة وتشارك معنا في الفعاليات بتاعتنا، فقررنا ان احنا السنة دي الحمد لله ان احنا بقى موجودين الفترة بتاعت المهرجان كاملة عشان نقدر نخلي الناس كلها تقدر تبقى موجودة معنا وتشارك وتشوف العالمين من فوق. طب الاقبال السنة اللي فاتت على مدار اليومين دول بالنسبة لكم، لو هتريت او هتقيم الاقبال خلال اليومين اللي كانوا موجودين خلال النسخة اللي فاتوا، هتقيمه ازاي؟ لا، كان ممتاز طبعا. الاقبال السنة فاتت كان كبير جدا. ومتوقعين نفس الاقبال او اكتر؟ طبعا تكون على مدار المهرجان، على مدار ايام المهرجان كلها، متوقعين ان هو يبقى اكتر من السنه اللي فاتت كمان ان شاء الله، عشان النشاطات اللي موجوده دلوقتي كتير، فالناس اللي بتيجي عشان مثلا جايين عشان اي حاجه فبيشوف الباراموتور برضو بيبقوا عايزين يجربوه. يعني دلوقتي احنا مش بنتارجت بس الناس اللي جايه للباراموتور، لا، في ناس بتبقى جايه لانشطه تانية، فتبتدي لما تشوف الباراموتور طاير وتشوف الشوز اللي احنا بنعملها وكده بيبقوا عايزين يطلعوا معانا، فاعتقد الاقبال السنه ان شاء الله هيبقى اكتر بكتير جدا. طب حصل موقف مثلا يا استاذ احمد، حد قرر ان هو يجرب الباراموتور فجأة قبل ما يبتدي بقى التجربة بتاعته خاف، يعني في مواقف زي دي حصلت؟ أكيد في ناس بيبقى في برضو حاجات من ضمن الحاجات اللي تبقى موجودة دلوقتي، إن في ناس بتقنع نفسها إن هي عندها فوبيا مرتفعات وهو ما عندوش أي حاجة، فبنبتدي نقعد نتكلم معاه ونقنعه ونبتدي لما نطلع نطير هو بيلاقي إن فعلا هو مفيش أي مشكلة والدنيا جميلة جدا. هو البني آدم اي شخص بمجرد اول 10 ثواني ما بيعدوا ويبتدي يشوف الفيو من فوق ويبتدي يحس ان هو طاير في الهواء
بينسى كل حاجه وبيبتدي يستمتع بالفيو اللي احنا فيه. طيب بالمناسبه، هل في اي اسباب ممكن تمنع اي شخص من انه يمارس رياضه البراموتر؟ لا، ما فيش اي حاجه غير لو حد بس عنده تعب مفاجئ او حاجه مزمنه. طبعا بالنسبه للسيدات الحوامل في اول شهرين ثلاثه، بعد كده ما فيش اي مشاكل تانية. طب ومده التور تقريبا بتبقى قد ايه؟ 15 دقيقه. طيب بما احنا بنتكلم على السكاي سبورتس بشكل عام وحضرتك موجود معانا، فخليني اعرف ايه تاني سكاي سبورتس اللي ممكن تكون موجوده في مدينه العالمين؟ سكاي سبورتس موجود دلوقتي الباراموتور، وان شاء الله يعني خلال اسبوعين او ثلاثه هنعمل باراجلايدنج. الباراجلايدنج برضو حاجه زي الباراموتور كده، بس من غير الانجن، بنستخدم فيها طيارات الهواء الصاعده عشان نبتدي نعمل ناخد ارتفاع لينا. وان شاء الله الاثنين يبقوا موجودين السنه دي ان شاء الله. وانا عشان المصداقيه يا استاذ احمد، انا هجرب الباراموتر. تشرفينا. عشان يقول للساده المشاهدين التجربه عامله ازاي، بس انا من موقعي هذا اقدر اقول لحضراتكم ان هي بالفعل انا حاسه ان هي تجربه هتبقى فيها مغامره وفيها حماس، وفعلا زي ما قال استاذ احمد انه الفيو في حد ذاته هينسينا اي خوف بالزبط. او قلق. وان شاء الله يعني هنتكلم مع حضراتكم اكتر عن الرياضات كمان اللي موجوده هنا في مهرجان العالمين. ابقوا معنا.